Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger, don't hesitate to shoot. Wow. يعني أنا حتى رام مستغرب. عشان مع اخوكم تيركس وجايكم فيديو جديد. في هذا الفيديو جبنا لكم رانك واحد ضد واحد في لعبة روكت ليج. طبعا من زمان مر على روكت ليج ما نزلت عنها. فاليوم بنلعب اونلاين ضد واحد، واحد ضد واحد يعني. وان شاء الله نفوز ويجينا خصم سهل. طبعا قاعدين نبحث حتى الان عن خصم، توني جالت خصم ويا ليتني صورت صراحة، ولكن ما كنت اصور في ذا الوقت. طبعا انا ماني مرة لعيب في لعبة روكت ليج، يعني اطير بالقوة يعني. كويس اني اعرف اطير يعني عشان اصد يعني وزي كذا، او اجيب اهداف صعبه شوي، بس اني ماني مره محترف. يجي مني يعني ليفل 27 فتوني بدايه يعني. اوكي، واضح ان الخصم يلعب بسرعه كبدايه كذا. خلينا نرجع احنا كذا ونامن وضعنا. دقيقه، ايش قاعد اسوي انا؟ اوكي شطفناه فوق فما عليه. اوكي الحين بيشوتها على المرمى، واضح واضح جدا. اوكي هذا هدف واضح ان الشخص اللي قاعدين نلعبه حاليا مره يعرف يلعب، لاني انا هطف. شوف رجعت كيف اعطيتها الى الوراء عشان لا اجيب العيد. اوكي يا رب. اوكي كانت فرصتنا نجيب هدف ولكن اني هطف. اوكي واضح ان هذا هدف ثاني. يا سلام يا سلام على التكتيك. اوكي دقيقة ايش قاعد اسوي انا؟ والله اني فاشل الف يا رجال، معليش بس ايش قاعد اسوي انا؟ قاعد اوكي قاعد تقول لي وات السيف السيف يعني. اوكي والله اني هطف وذا شكله بيجلدني من البدايه. تلاحظون مره اللعبه نايس فل يعني، مو بمره يعرف يلعب ولكن كنسبه لي انا يعرف يلعب مره يعني. انا قابلت ناس احسن منه والله في اللعبه. اوه لو تدخل لو تدخل. الله 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 الله، هدف ولا اروع يا شباب. ولكن مش مدريكم يعني، يمكن اجيب العيد. اوكي اني طرت هنا سويت حركات مدري ايه، بس اللي ساعدني برضه انه ما معه البوست، ما مع بوست يعني. اوكي اوكي واضح ان هذه هدفه واضحه. اوكي ما جاب للاسف، مش للاسف، المفروض انا اصير سعيد مره انه ما جاب هدف. دقيقة خلنا نلفها كذا بعيد عنه. اوكي هو بعيد، خلنا نسوي هجمة. انا ما ادري والله التحكم صعب ولا انا الهطف ولا وش الوضع. انا ادري اني انا الهطف فعلا، كثير ممكن بيقول كذا. هذا فعلا انا شاعترف فيه يعني. شوف هذه زي هذه مثلا قاعد اصنع لها هجمه، مو قاعد ابعدها عن المرمى يعني. اوكي اوه يا شطف يا شطف. اوكي شوفوا حتى استغرب كذا من وين جيت انا كذا، فكرت بيشوتها والله. اوكي مالي مالي، مرة جاي بالعيد انا مرة. اوكي لا وبعد اشوت عليه والمرمى فاض. حلوة اوه اوكي والله حرام يا شباب تضيع، حرام حرام والله. واضح لي فنان فريستايل ذا. ايش ذا؟ اتوقع صار لاق حاليا ولكن ما ادري ايش فيه. يلا 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 ارفع كلب. اوكي ضبطها من فوقي. زبده خلينا نلحق على المرمى انا بسرعه ونحاول نصد الكوره. اي كوره بيشوتها. اوه 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 سيف، لا مو سيف يعني، اصلا هي كانت برا. ف عوافي يا رجال عوافي يا ريو. الله 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 الله، لو كنت برجع ريوس حسيت اني بطلعها برا، ولكن عوافي. يلا نايس نايس. 2-3-2 مرة بعيد عن المرمى.
اوكي خلينا ناخذ البوست او شيء وبعدين نسوي له عليه هجمه او اللي هو او هو اللي بيسوي علينا هجمه يعني بشكل عام. ما نقدر نصد هذه صح. اوه يا شطف يا شطف. اوكي انا اللي دخلت بنفسي. اوكي شرف شرف انك تجيبها بنفسك غير لما احد يجيبها فيك. شوف شوف جاك ذا ما شاء الله عليه فنان. يلا يلا عوافي 4-2 يمدينا نعوض في ما يمدي والله ما يمدي باللعبة ذا والله ما يمدي صراحة انها مرة فنان. خليك فوق يا رجال يا رجال خليك فوق يا رجال. اوكي دقيقة 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 تكف تكف تكف. اوه يبي يسوي فريستايل ولا مدري ايش وضعه. اوه يا عمي والله صعبة يا شباب صعبة مرة. انا كنت هنا ناوي اطلع لفوق بس قلت اكيد بيشوت على المرمى ف حتى ما مداني ارجع للمرمى واللي هو شايت يعني ف اوكي. طبعا اتوقع بيوقف في المرمى. اوه ما وقف في المرمى فجرته. طب ليه يقول لي ثانكس؟ يبغى ارجع ورا يعني؟ بترجع ورا انت وياك؟ اتوقع انه فكرها هدف. الله علي الله والله يا اخي كذا تحس فيني فن صح ولا لا؟ لا تنكرون. اوكي يا الله يا سلام يا سلام يا سلام. حلو اخذ النيترو او تيربو ولا ما ادري ايش يسمونه البوست. الله عرف راخ. اوكي دقيق الله الله الدبل الجميل. اسرع مني هو ما ادري ايش وضعه. تيربو حقه احسن ولا وشو؟ مع ان اتوقع انه ما له دخل بس يلا. اوكي يا شطف فكرت والله بيوقف عشان كذا شطفتها. يمدي 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 الله حلو حلو. بس ما يمدي نجيب خمسة يعني ما يمدي نجيب. خلاص اضغط اكس انت بعد لا تغفلنا ترى قاعد يصور. جميل يا شباب توقعون يمدينا خمسة؟ والله انا اشوف مستحيل شيء مستحيل مرة. اوكي خلنا ناخذ تيربو. الله اوكي يا شباب والله لو نجيب اربعة بس والله يا شباب يا اخوي اضغط اكس يا اخوي غثنا ذا. والله يا شباب لو نجيب خمسة قصدي بنجحفلهم جحفلة قوية. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله يمدينا. وقف لنا في المرمى الغثيث. اوكي قول لي. اوكي حلوه مني حلوه مني. كلب ذا والله يعرف يلعب. اوكي سيف خرا او اني انت بالكرامه يعني ما مدانا. اتوقع كذا ما صار في امل مره لان 18 ثانيه جاب 6 اهداف ما في امل. اوكي برا 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 لو اني حول بعد يعني هو ترك المرمى وانا حول ليه. طيب والله لو في وقت كان ممكن نجيبه لكن اوه ايه هاي اوكي فكرته بيجيب السبعة ويجحفلني. سكلتك امك يا كلب. طب اتحرك يمين يسار شيء ما علينا منه. زبدة خلنا نطلع من الجيم. اوكي اوكي هو طلع ف يلا فالحين بندخل مع واحد ثاني وان شاء الله انه يعرف يلعب شوي. مو قصدي يعرف يلعب يعني يعرف يلعب زينا كذا. اوكي انا يمكن افوز عليه هذا يلعب زينا. اوكي يلا اوكي يا رب يا رب ان شاء الله باذن الله يمدينا نلعب ونجح فيها كذا
حركات ونلعب زي الناس شوي. دقيق ناخذ البوست. حلو حلو حلو، هذا يلعب زينا يعني، ما هو بمره ويشطط زينا بعد، فهذا مره كويس ان احنا نلعب معه. يا لبي. اوكي شوف الحين هذه واضح من ان هي هدفه، اوكي ولكني صديتها. اوه يا الشطف الكثير. اوكي هو اصلا كان منتظرني تحت يقول هذا بيوديع على مرمى وزي كي. اوه اوكي صدمة غبية. اوكي خلنا ناخذ البوست الحين بلعبها هنا اتوقع، فننتظر. اوه يا الله حلوة منه حلوة منه. اوكي نايس. اوه اوه انا بحظه يا شيخ. اوكي دقيقة. اوه يلعب على فوق بعد. اوه حركات. اوكي زده. يا اللفة الغبية. طبعا اللفة هذه كنت حاطط امل اني الفها، فبس ما ضبطت يعني، ما ضبطت. وش اسوي عاد؟ اعطاه فرامل لف للوراء. اوه يس اوكي. جيج اوكي ينزل هنا. اوكي حلوه حلوه، ولكن اتوقع اني احاول ما يمدى اشوتها بعد من هنا. نبعدها شوي عن المرمى، لكنه مدي على المرمى انا برضو. ف اوكي ما ما ما, ما. حلو حلو سيف حلو. لا هو فكرني بتحرك ولا ما ادري شو وضعه، فعشان كذا العبها بهذه السهوله. اوكي هذا مرمى والله تضبط. اوكي ضاعت الزبده، ما عليه حتى الان احنا فايزين. عكس اوكي. طيب حلوه حلوه جدا لنا. اوكي على مرمى على مرمى. اوه ترى هو لو ما ضبطها او شطفها حتى. اوه ايش قاعد يسوي هنا؟ عدل بسرعه وروح يا ولد. لا هدف هدف. اوكي والله مو هدف كويس، مو هدف. فخلنا ندخل يا طول العمر. ما حد شاف الزبده. اوكي رماني بعيد رماني بعيد. اوه ماي يا سلام. هنا لو نشطفها عاد شيء ثاني، ما هو بمزح هنا، فلازم نركز. اذا شطفناها هنا عاد هدف يعني، بيجينا هدف كذا ماش. فزي ما يقولون الغلطة هنا بعشر اغلاط بالذات عند المرمى. فا اوكي اوكي حتى الان احنا في الصدارة يا شباب، واضح انه يبي يسوي. اوكي الله على الهدف. جول لمسة كذا يا ولد بس ما ضبطت. اوكي اهم شيء اللمسة الاخيرة كذا. شوف هذه لو تضبط اللمس هذه، شوفوا يا الله لو تلمسها بس يا تيركس ابداع. اوكي دقيقه. اوكي دقيقه. اوكي اخذ البوست، ما علينا منه. خلينا نرجع ورا وننسحب ننسحب، لان اذا سوينا لنا هجمه حاليا احنا ما معنا بوست، او مثلا شيء مرتد ما يمدينا ندافع. يعني حاليا انا معي بوست يمديني. اوكي والله فكرت شات. اوه تخسي يا ورق. اوكي دقيقة. طيب قولي واو 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 واو. دقيقة خلنا نكتب له واو، والله يستاهل بلالك. هي جت معاه حظ والله ادري، ولكن انا ضبطتها زياده يعني كذا، عرفت كيف؟ يعني هو ما بقاصد ولا شيء، عشان لا احد يقول جا فيك هدف كويس يرخمه. اوه حلوه حلوه والله حلوه والله حلوه. هذه ما فيها واو عادي يعني، هدف عادي شت وجت هدف. ها ايوه طيب وبعدين يعني، وبعدين بعد ما شت جت هدف خلاص يعني. زين 2-2 يعني، بدل ما كنا محافظين على الصدارة يا شباب. اوه شي وقف
يا جا اوكي اوكي صعبة احس بيشطفني ايوه او مو يشطفني يهبل فيني يعني ما يمدي ما يمدي ما يمدي ما يمدي خلاص يمدي شباب لا يلعن ام الشطف اللي كذا واو يعني انا حتى رام مستغرب نايس نايس خلاص اوكي شباب معليش بس هذه الجحفة الأسطورية في ثانية بس متخيلين انتم والله انها جحفة لبطلة خلاص المباراة انتهت ف والله شيء بطل يا شباب والله مرة نايس يا شباب شيء خرافي اوكي شباب نكون وصلنا نهاية مقطع لعبنا جيم خسارة وجيم فوز فاتمنى يكون المقطع عجبكم واذا تبون ننزل كثير عن السلسلة لا تنسى اللايك وسبسكرايب وكمل اخوكم تيركس فأمان الله.